في النادي الحمد لله تمام، بقينا نبص على موضوع الكره النسائيه ده بشكل افضل، ومجلس الاداره ابتدى يدعمه بشكل افضل لنشر لعبه الكره النسائيه، وعملنا اول كره قدم اكاديمي، يعني اكاديمي لكره القدم النسائيه، تبتدي من مراحل صغيره جدا، ومفكر ان شاء الله جاهدين ان احنا نطور المرحله دي من اكاديمي، ونبتدي نروح ان احنا نعمل فرق للنادي في الكره النسائيه. كان عندنا كذا ايفنت الفتره اللي فاتت، عملنا ايفنت بتاع الدورة الرمضانية وكان الحمد لله ناجح جدا، وعملنا ايفنت لسه خلصان امبارح، هو كان بتاع الدورة بتاعة الدبلوماسيين، ودي دورة كانت بتعمل في النادي الاهلي، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخدها، والحمد لله طلع بشكل مشرف جدا. الكرة النسائية انا شايفها انها ليها مستقبل جامد في مصر، القاعدة بتزيد جامد جدا، ودي كانت الرؤية بتاعتنا ان احنا نبتدي ننشئ اكاديميات للكرة النسائية في مختلف النوادي في مصر، وطبعا نادي الجزيره هو الداعم الرئيسي لينا في المرحله دي مع بعض النوادي الاخرى، وبنحاول ان احنا نطور الكره النسائيه وان احنا نطلع قاعده ناشئين كويسه تبقى نواه للمنتخب بعد كده. الدوره حاجه كويسه جدا للبنات، لان البنات دي مفتقده في السن بتاعها حاجه تجمعهم بينهم بعضهم، عامله نشاط كويس للبنات، خبره ماتشات، يلعبوا ماتشات بدل التمارين بس على طول. عندنا كام بنت في السن الصغير والسن الاكبر ما شاء الله، يعني ممكن يخش ان شاء الله بعد كده منتخب مصر لو استمروا على المستوى ده باذن الله. اسمك يا حبيبتي؟ هنا. بتلعبي فين يا هنا؟ في نيو جيزه. قولي لي بقى بتشجعي نادي ايه؟ اهلي. تحبي مين في لعيبه الاهلي؟ مصطفى شوبير، كهربا، علي معلول. بتحبي مصطفى شوبير وكهربا وعلي معلول؟ تحبي منتخب مصر؟ تشجع مين في منتخب مصر بقى من اللعيبه؟ محمد صلاح وبس. نفسك تطلعي زي مين؟ من لعيبه الكوره. ميسي. اسمك ايه يا حبيبتي؟ مريم. تلعبي في نادي ايه؟ نيو جيزه. قولي بقى نفسك تطلعي زي مين من لعيبه منتخب العالم؟ ميسي. ليه ميسي؟ عشان بيلعب كويس. بتحبي انديه في مصر ولا ما بتحبيش الكوره في مصر؟ بحب الكوره في مصر. مين بتشجع نادي ايه؟ نادي اهلي. اهلي؟ بتحب النادي الاهلي؟ نفسك تطلعي زي مين في لعيبه النادي الاهلي؟ زيك علي معلول. أيوة. وكهربا. ايوه. وبس. لارا. لارا عندك كام سنه؟ 7 سنين. بتلعبي في نادي ايه؟ نيو جيزه. نيو جيزه. بتلعبي كويس بقى؟ ساعات. زمايلك مين في الفريق؟ البنات اللي بيلعبوا معاك اسمهم ايه؟ كريمة، هنا، سلوى، شجع، مصلاح. مصلاح. اسمك يا حبيبتي؟ كريمة. كريمة. تلعبي فين يا كريمة؟ في نيو جيزة. مبسوطة ان انت جاية النهاردة بتشاركي في دورة نادي الجزيرة؟ بتحبي مين في منتخب فرنسا؟ امبابي. نفسك تطلعي زي امبابي؟ ليه؟ عشان بيلعب كويس. بس. قولي لي النهارده هتلعبي ماتش كويس مع فرقتك النهارده، فرقتك اسمها ايه؟ نيو جيزه؟ بتلعبي في نادي ايه تاني؟ نادي نيو جيزه. عندك كام سنه؟ عندي 7. 7 سنين. قولي لي هتكسبوا النهارده؟ تشجع نادي ايه بقى؟ بشجع نادي الاهلي. بشجع بالتاكيد النادي الاهلي. اهلي. بحب الشناوي. ليه بتحب الشناوي؟ عشان هو جول كويس. نفسك تطلعي زي الشناوي؟ طب قولي بتحبي منتخب مصر ولا بتحبي منتخبات تانية؟ بحب منتخب ارجنتينا. الارجنتين. تشجع مين في منتخب الارجنتين؟ ميسي. قولي لي النهارده رايك ايه في الدوره اللي بتلعبوها النهارده؟ كويس. حلو قوي. حلو قوي. تشجع بقى مين من الانديه؟ بشجع ارجنتينا وفرنسا. بتحبي بقى مين من اللاعبين واللي نفسك تطلعي زيهم؟ عايزه اطلع زي ميسي وكيليان امبابي. امبابي وميسي. ليه كيليان امبابي وميسي؟ عشان كويسين قوي وبيرقصوا كويس. بيجي بقى بالصدفه رقص اللي هو الترقيصه اللي بعرفها وروح شايط، فبيجي جول بقى الحمد لله. قولي لي بقى بتحبي مين من اللعيبه العالميين؟ رونالدو. ليه رونالدو؟ عشان معروف وبحبه وكتبت رقمه على التيشيرت بتاعي. اسمك ايه؟ كندا. ايه يا كندا عندك كام سنه؟ 7. بتلعبي في نادي ايه؟ نادي السد. بتشجعي بقى مين من الانديه؟ نادي ايه؟ نادي السد. بتحبي نادي الصيد؟ قوي. ليه بتحبيه قوي ليه؟ عشان بلعب فيه. عشان بتلعبي فيه. قولي بقى بتحبي مين من لعيبه الكوره؟ ميسي. ليه ميسي؟ بحبه. بتلعبي في نادي ايه؟
السيد. نادي الصيد. بتعملي بتحبي مين بقى في لعيبه الكوره؟ نيمار. نيمار. بتشجعي نادي في مصر ولا ما بتشجعيش؟ بشجع. نادي ايه؟ نادي السيد كمان. نادي الصيد. بتحبي النادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ نادي الزمالك. فريقك عملت ايه النهارده؟ كام؟ واحد واحد. واحد واحد. لعبت ماتش كويس؟ جبت جوان ولا ما جبتيش؟ لا لسه. ليه ما جبتيش جوان ليه؟ عشان انا واقفه جول كيبر.